بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل التيوتوريال اللي كنا بدأناه عن Design of Extension Slab Using RIM. والحقيقة هو فاضل الموضوع بسيط، يمكن ياخد مرة واحدة، ويمكن أنا اتأخرت فيه كتير لكن نتيجة مشاغل كانت عندي. فأنا بدأت مثال جديد، البلان اللي حضراتكم شايفينه، والحقيقة أنا كنت هشرح المثال ده من أوله، لكن وجدت إن أنا خلال التيوتوريال كنت شرحت مثالين من أولهم، وبالتالي اعتبرت إن يعني لو شرحت المثال ده من أوله هيبقى تطويل ملوش لازمة. فأنا بس هعرض المثال وهعرض المراحل المختلفة للحل، وهتكلم عن الجزئيتين اللي فاضلين في الموضوع اللي هما الديزاين ستاتيوس ومعرفة أو تقدير الرينفورسمنت في البوست تنشن سلاب عن طريق ده. المثال زي ما انتوا شايفينه كده عبارة عن سقف، يعني الاسبان بتاعته لو قسنا حاجة زي كده نلاقي دي 8.7، يعني ممكن كلير سبان تكون 7.9. لو جينا نقيس برضو ديت 7.9، يبقى واضح ان الكلير سبان 7.9، وان السنتر تو سنتر سبان حوالي 8.5 يمكن. وبالتالي احنا هنصمم هذا السقف فلات سلاب، الثيكنس بتاعتها 22 سنتي. ده سقف زي ما انت شايفه. هنتنقل للرام، نفتح السقف دوت، عملنا له مش بالشكل اللي انت شايفه دوت، طبعا فيها الاوبننجز وفيها البلاطة وفيها الحوائط والأعمدة، ودي مسألة أعتقد إنك أنت عارفها كويس. المثال هنا في الملف دوت RC من غير بوست تنشن. لو عملنا له ران، بعد الران لو فتحنا اللونج تيرم ديفليكشن هنلاقي ان في لونج تيرم ديفليكشن طبعا كبير، لان لسه ما حطيناش التندونز ولسه يعتبر RC. هتلاقي فيه 91 و86، ولو بصيت للليجند اللي فوق هتلاقي ان في ماكسيمم ديفليكشن 96 مللي، يعني قرب العشرة سنتي. طبعا ده كتير جدا، بس زي ما قلنا ان دوت RC. لو فتحت بقى الديزاين ستاتيوس اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، فتحت الستاتيوس بلان هتلاقيه مليان علامات حمراء تدل على فيوريشن اوف ديزاين كرايتيريا. طبعا اللي بالاخضر على الاعمده ده هو البانش شير تشيك، واللي بالاحمر ده هو عباره عن الفيلير بتاع الديزاين كرايتيريا. هتلاقي كله 18.3.3. 18.3.3 دي لو دورت عليها في المانيوال هتلاقيها عبارة عن فيوليشن للتنزايل ستريسز. فالسيكشنز دي كلها اللي متعلمة بالأحمر اللي هي كل السبانز تقريبا التنزايل ستريسز أكبر من المسموح بيه، وده طبعا طبيعي لأن دوت عبارة عن RC مفيهوش أي بوستج. ده بالنسبة للستيتيوس بلان. طبعا بلاش reinforcement دلوقتي، خلي reinforcement لما المثال يبدأ. لو فتحنا مرحلة تانية، المرحلة دي عبارة عن إن هي نفس المسألة، بس جينا اللاتيتيود بوستنشننج حطينا في اللاير الأفقية، في حين اللونجيتيود اللي هو اللاير الرأسية ما حطيناهاش لسه.
فديت السقف فيه شد في الاتجاه الافقي بس، او بوست تنشننج في الاتجاه الافقي. بعد الرن لو دخلنا جوه اللونج تيرم ديفليكشن زي ما اتفقنا، هتلاقي في الليجند ان هو بقي 50، فاللونج تيرم ديفليكشن بقي 50 مللي، يعني حوالي 5 سنتي، لا يزال كبير طبعا. ليه؟ لاننا حطينا تندونز في الاتجاه الافقي وما حطيناش الراسي لسه. لو دخلت على الديزاين ستيتس هتلاحظ ان معظم المشاكل اللي في الاتجاه الافقي او كلها تقريبا راحت، ما عدا مناطق صغيره زي ده كده، زي دي. وهتلاقي ان معظم اللي في الاتجاه الرأسي لسه موجود، لأننا لسه ما حطيناش تندونز في الاتجاه الرأسي. طيب مرحلة تانية، المسألة بس فيها الفيرتيكال تندونز بس، يعني اللونجيتيود بريستريسنج واللاتيتيود اللي هو الأفقي مش موجود. لو عملناها رن برضه بعد الرن، لو دخلنا برضو في نفس الأماكن في اللود هيستوري لونج تيرم ديفليكشن، طبعا لاحظ إن واضح جدا إن الفيرتيكال تندونز شغالة واللونجيتيود الهوريزونتال مش شغالة. هتلاقي إن الماكسيمم ديفليكشن حوالي 65 مللي، كتير برضو. ولو دخلت على ديزاين ستاتيس هتلاقي ان معظم الفيرتيكال ما فيهوش مشكلة، وان الهوريزونتال هو اللي فيه كل المشاكل. طبعا ده برضو نتيجة ان التنز اللي موجودة كلها فيرتيكال والهوريزونتال مش موجود. لو فتحنا بقى المثال بعد ما كان التندونز وعملنا له ران، بعد الران لو دخلنا على لونج تيرم ديفليكشن ل 24 و37، اعتقد انه زين المسموح لان الاسبان 8 متر، فهتلاقي مسموح ب 30 مللي او اكتر. لو دخلت على بقى الاستيتيس اللي هو موضوعنا، تلاقي ديزاين استيتيس بهذا الشكل، معظم الاماكن خضراء ما عدا، خليك فاكر معايا بقى، القطاع الافقي اللي فوق دوت واللي تحته واللي تحته والقطاع الرأسي في هذا المكان. هنحاول ان احنا نعالجهم ونشوف، بحيث ان احنا تباص الديزاين ستيتس، لان الديزاين ستيتس لازم يكون كل السكشنز او كل القطاعات مظبوط. هتلاقي ان كلهم من نوع 18 3 3. قلنا لو دخلت على 18 3 3 ده في المانيوال هتلاقيه ان التنزايل ستريسز اكسيد ماكسيمم، فاحنا هنحاول ان احنا نشد التندون شويه في الاماكن دي بحيث انها تعمل كومبريشن يقلب لي التنشن اللي موجود. لو دخلنا على التندونز الرأسية هتلاقي المنطقة دي اللي فيها المشكلة، فيها ثلاثة تندونز بالشكل ده. ببساطة جدا احنا ممكن نزودهم، يعني ممكن نعمل واحد بين دول واحد بين دول. احتمال ده يحل المشكلة. كان في مشكلة عندنا في هذا القطاع ده في الهوريزونتال، فهنخش على اللاتيتيود. أعتقد إن ده أمر واضح، إحنا لو عملنا نسخة برضو من ده، لأن تندون ده مش سفيشنت خالص، لو عملنا كمان نسخة تحته شوية كده، ونفس الحكاية هنا نزود شوية. ونعمل من مقوري بحيث ان الستريت دي كذلك. هنا اعتقد كان في مشكلة، لو خدنا ده طبعا ممكن بدل ما نزود تندون نزود عدد السترينث. لو عملنا ران دلوقتي
بدل من زاوية كيندل ممكن نزود عدد السترينثس، لكن ده يخضع للسبيسنج. يعني لو السبيسنج قليله ممكن نزود عدد السترينثس بدل ما نزود تندنس، لكن هنا نزود تندنس ونجرب. لو دخلنا ستيتس بلان هتلاقي ان ده مشكلته اتحلت اهو، وان الاثنين دول مشكلتهم اتحلت، وان ده لسه لا يزال في مشكله فيه. اذا احنا عايزين اللاتيتيود في الحته دي، دول 3 في 3 والبروفايل بتاعهم. طبعا هنا ممكن نروح مختارين دول طالما هم insufficient ونخليهم 4 بدل 3، وده الحل التاني. لو عملنا رن دلوقتي لما زودنا عدد السترينث ل4 ندخل في design status هنلاقي اتحل. لو بصيت دلوقتي هتلاقي ان كل الالوان اللي موجودة على design status هي اللون الاخضر، اللي هو ان كل السكشنز دي باظت. لازم عشان تكمل تصميم اي بوستنشن فلور لازم توصل الى هذه الحاله، ما ينفعش انه تصمم فلور ويبقى فيه اجزاء من هنا فيلد. طبعا في حاجات كتير جوه ديزاين ستاتيس بس كلها فرعيه، يعني في البانشنج شير ستاتيس بيوريك البانشنج شير ستاتيوس في كل مكان، عايز ترندز، عايز بانش قد ايه، بانش رينفورسمنت، وده يمكن اتكلمنا عنه مره قبل كده. وفي رينفورسمنت بلان زي ما انت شايف كده بيوريك الرينفورسمنت قد ايه. اذا يبقى احنا اول حاجه طلعنا بيها ان لازم تظبط المساله بحيث ان الديزاين ستاتيوس يبقى كل السكشنز باست. تاني حاجة قلنا كنا عايزين نتكلم فيها هي موضوع الانفورسمنت. ده reinforcement plan حتى تقدر انك انت تجيب التوب reinforcement لوحده بالشكل دوت، والبوتوم reinforcement لوحده، ده التوب وده البوتوم. طبعا انت ممكن من حقك تحط شبكة حديد في المسألة، بمعنى انك انت تقدر تحط شبكة حديد ويرسم لك الحديد الاضافي. الكلام ده بيتم ازاي؟ لان عادة معظم الريجوليشنز بتقول ان الشبكة السفلية على الاقل لازم يكون في شبكة. فلو دخلنا هنا في اللايرز في الرينفورسمنت، في الديزاين ستيت، لا مش في الديزاين ستيتس، اقفل ده. في الرينفورسمنت لو دخلنا في الستاندرد بلان دوت الرينفورسمنت، بندخل نحدد شبكه من خلال هذا الايكون ديستريبيوتد رينفورسمنت. فببتدي ان انا اقول اني هاخد شبكه كده، والمهم ان انا بس الف حوالين البلان كله، وبحدد البروبرتيز بتاعت الشبكة ديت. دي بوتوم، البار تايب 10 والسبيسنج 200، يبقى دي 10 كل 20 سنتي، أو ممكن أخليها 250 كل 25 سنتي، يعني 4 في المتر، لأن في البوستنشن حكاية ال20 سنتي اللي احنا مرتبطين بيها دي مش شرط. ونروح جايين عاملين الأول برضو في أحد خصائص هذه الشبكة ان هي الاورينتيشن بتاعها زيرو، يعني في اتجاه الافقي. فهنيجي نروح عاملين شبكه تانية، او عشان الشبكه الرأسيه برضو بهذا الشكل، ونخش في البروبرتس دي في اللونجيتيود بوتوم 10 at 250 بس الاورينتيشن 90. اوكي، لو عملنا رن عشان نشوف الحديد اللي هو على الشبكة ديت، لو رحت على design status وجبت top reinforcement، طبعا top reinforcement زي ما هو لان انا ما ضفتش top
مش البوتوم رينفورسمنت هلاقي ان هو اقل جدا، هو حاطط لي بس المش اللي انا حاططها دي 10 ات 250، وفي الاتجاه الرأسي 10 ات 250، ده على كل الايه السقف، والجزء ده بس هو اللي فيه شوية بوتوم رينفورسمنت كاتبهم لي، في حين ان اللي في التوب رينفورسمنت في رينفورسمنت فوق كل عمود، يعني العمود ده فيه رينفورسمنت اهو، تمام، باينين في البلان. فانا بقدر ان انا اعرف الرينفورسمنت اللي طالع لي عن طريق الاستاتيوس، الديزاين ستاتيوس، وبقدر ان انا احط شبكه، يعني لو قررت ان انا احط شبكه علويه، وان كان ده مش البراكتس، لكن لو دخلت هنا وبعدين قلت له عايز احط شبكه كمان، روبرتس دي بقى توب كفر، وعشرة ات 250 زي اللي تحت، والاورينتيشن زيرو، وحطيت كمان شبكة والبروبرتس بتاعتها لونجيتيود وتوب كفر و250 والاورينتيشن 90 عشان تبقى رأسية. لو عملت رن اقدر ان انا اجيب ده التوب رينفورسمنت. التوب رينفورسمنت راح حاطط لي الشبكه دي في اتجاه الافق الرأسي، ولم يبقى حديد اضافي الا على الاعمده المعدوده دي، العمود دوت في الاتجاه الافقي، والعمود ده في الاتجاه الافقي، كله افقي حتى مفيش رأسي خالص، وهنا شوية عند الكور وعند السلالم. والبوتوم رينفورسمنت نفس الحكاية. فأنا لو حطيت شبكة ممكن إن هو يقسمها لي من الحديد الكلي ويجيب لي الحديد الإضافي المطلوب إلى جانب هذه الشبكة. يبقى إحنا النهاردة اتكلمنا عن الديزاين ستيتس وعن الرينفورسمنت. الحقيقة إن البراكتس مهم جدا، حاول إنك تعمل مسائل، يمكن تتعب في أول مسائل ليك، لكن مع الوقت هتبتدي تتقنها وتعرف ازاي تقدر تتظبط الاستاتيس وازاي تقدر تطلع الحديد، لان انت كل حاجه بتدخلها، يعني انت السكنس بتاعت البلاطه بتدخلها والتنزنز بتدخلهم، اللي بيطلع لك من البرنامج هو الاستاتيس اللي بيقول لك ان الكلام اللي انت عملته ده مظبوط، والحديد الاضافي اللي هيتحط عشان الاماكن اللي فيها ستريسز عاليه. متشكرين جدا، وان شاء الله نلتقي في موضوع تاني بقى. شكرا.